رجل من بعض العلماء يذكره وبعضهم لا يذكره. إن كان بعض الطلاب يستجيب من لا يذكره فليجوز لي أن أنكر عليه. هذا ما الفتن موجود الآن، هذا من الفتن الموجود الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت، رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط فيه ترديع أحد أو الجرح فيه الإجماع، قد يكتفى بالتجويد الجرح والتعديل. فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي، أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدود. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين، إذا درسوا وعرفوا أن هذا مجروح فأصبحت الجرح انه كذاب فقد العداله وانه يطعن في العلماء وانه يؤصل اصولا فاسده لما ناهضت المنهج السلفي وابي، عرفوا هذا كله وقعد النص الذي لا يلزمه نصحوه وبينوه اباء هذا الانسان فاضطروا الى تبديله، ما هو عذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العنكبوت. والله فلا زكاة، والله ما أجمع على تبديل. الذين ما بدعوه ينقسموا، الناس ما درسوه معذورون، الناس درسوه غافلون عن باطل، الناس درسوه وعرفوا ماذا عندهم الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المفسد المسلم، هؤلاء لا قيمة لهم، والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان مجرح يجب على المنصف أن يأخذ الحجة معهم، حجة معهم وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشار إليها، ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. بارك الله فيك.